رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برحيل علي جبر مدافع الفريق الى صفوف ويست بروميتش الانجليزي بشرط واحد، وهو ان يكون المقابل المادي للاعاره 700,000 يورو. وكان النادي الانجليزي قد قدم عرضا رسميا لنادي الزمالك من اجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم مقابل 300,000 يورو، قبل ان تكشف مصادره عن رفع النادي الانجليزي لقيمه العرض الى 500,000 يورو.